ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في السنة القادمة إلى أقل شيء 5 ملايير دولار، ونحن اليوم نتراوح حول 2 ملياري دولار خارج المحروقات بالنسبة للصادرات. نتمنى إن شاء الله باش في آخر 21 نكون وصلنا إلى التقليص وبتصدير بالأقل 5 ملايير دولار من مختلف المنتوجات اللي ربما نتكلم عليها اليوم، لأن فيه طاقات كثيرة خارج المحروقات اللي ممكن تصنيعها وتصديرها.